وفي ظل المحاصصات وهي منصوص عليها في الدستور، مسألة المحاصصات ألا تعتبرونها تقسيمات يعني أكثر من محاصصات؟ نسميها تقسيمات، تقسيمات طائفية. أليس عائقا أو تشكل صعوبة يعني أن إحنا نقسم لبنان ما بين الثلاثة؟ الرئيس يجب أن يأتي من كذا، البرلمان أو رئيس البرلمان يجب أن يأتي من كذا. هاي المسألة اللي سميتها طائفية، بمعنى نحن عشنا تجربتين. تجربة ما قبل عام 1990 لما كان لبنان نظامه شبه رئاسي، بمعنى أن رئيس جمهورية يملك صلاحيات كبيرة بشخصه بموقعه، وبين النظام ما بعد المرحلة اللي سمي نظام الطائف، اتفاق الطائف اللي وضعت أسسه في المملكة العربية السعودية بعد حرب دامت عشرات السنوات. هذا الاتفاق يفترض أنه خلق توازنا بين التمثيل الطائفي وبين دور المؤسسات الرئاسية، يعني رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء. بالتجربة نحن، أو بصراحة أكثر، نحن لا نزال في طور التجربة، يعني لم يكتمل التطبيق أولا، وما طبق منه منذ عام 90 حتى الآن لن تكن له نتائج إيجابية جدية، لأنه بفترة الوجود السوري يعني من 90 سنة 90 لحد 2005 15 سنة كان الوصاية السورية هي التي تتولى ترجمة الدستور واتفاق الطائف بحسب ما يخدم سياستها وبحسب ما يخدم أهدافها. وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلنا بدوامة أخرى، وهي صراع ما بين ما سمي بمجموعة 14 أدار، التي هي مجموعة سياسية عملت كثيرا من أجل استعادة لبنان سيادته واستقراره واستقلاله وقدرته على القرار المستقل، وهذا هو الأهم، وبين المجموعة السياسية الأخرى اللي كان يقودها حزب الله، اللي هو مرتبط عمليا بإيران وبالسياسة الإيرانية. هذا الصراع كمان عاش لفترة طويلة جدا، مر بحالات استقرار بعد خروج الجيش السوري من لبنان، ولكن كان دائما فترات الاستقرار قليلة، وكان دائما يفاجئ اللبنانيون بأنه الصراع السياسي عاد إلى حده الأقصى. وبالوقت ذاته يعني حدثت بعض المشاكل الأمنية حتى نتيجة هذا الصراع، يعني حزب الله استعمل سلاحه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بشكل مباشر بوجه ببيروت وفي غير بيروت بوجه قوى 14 أدار في ذلك، أي قوى السيادة والاستقلال. لذلك كانت فترات الاستقرار الحقيقي أو التطبيق الحقيقي لبعض بنود اتفاق الطائف كان دائما معرضة للاهتزاز ومعرضة للصدمات ومعرضة للخلافات الطائفية ومعرضة لكثير من الارتباكات اللي ما أدت ولا مرة لاستقرار حقيقي وطويل الأمد.